السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابي الأعزاء في مدارس النظم الحديث الأول ثانوي العلمي والأدبي. مدرسكم الأستاذ محمد الطرابشة. راح نتحدث اليوم إن شاء الله تعالى عن الوحدة السادسة اللي بتتحدث عن إمارة شرق الأردن، واللي بدأنا فيها بحصتنا الأولى في درسنا الأول اللي كان يتحدث عن نشأة إمارة شرق الأردن. اليوم إن شاء الله تعالى راح نتحدث عن الدرس الثاني اللي هو نظام الحكم والإدارة في عهد الإمارة. إذا بدأنا طلابي في حصتنا الأولى وتحدثنا عن نشأة إمارة شرق الأردن اللي نشأت في عام 1921 على يد المرحوم والمغفور له بإذن الله تعالى الملك عبد الله الأول ابن الحسين، وحكينا أنه الأمير عبد الله ابن الحسين والذي تحول فيما بعد في عام 1946 نتيجة التعديلات الدستورية التي نتجت عن استقلال الأردن في عام 1946 من نظام حكم أميري إلى نظام حكم ملكي. نبدأ في درسنا الأول اللي بيتحدث عن عدة محاور، ونبدأ في المحور الأول نظام الحكم في عهد الإمارة. منذ البداية طلابي الأعزاء سعى الأمير عبد الله بن الحسين إلى تشكيل حكومة مدنية نيابية، وأن يكون السكان شركاء في الإدارة والحكم. في أي مكان في العالم طلابي، نظام الحكم في أي دولة في العالم لابد أن يتكون من ثلاثة سلطات، وهي السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية. في الأردن كدولة دولة من دول العالم، نبدأ بالسلطة التنفيذية. تتكون السلطة التنفيذية في عهد الإمارة من مكونين اثنين، وهما الأمير ومجلس الوزراء. نجي على المكون الأول من مكونات السلطة التنفيذية وهو الأمير. نظام الحكم في إمارة شرق الأردن منذ البداية، أي منذ عام 1921، حدد بأن يكون أميري نيابي وراثي في سلالة الملك عبد الله الأول، وهذا راح نأخذ إن شاء الله تعالى بالتوجيه اللي هو أسس انتقال وراثة العرش في الأردن. إذن الأمير، إذن أصبح عندنا نظام الحكم في الأردن أميري نيابي وراثي. وزي ما أنتم شايفين أنه بعد صدور دستور عام 1928 أصبح نظام الحكم وراثي في الذكور من سلالة الأمير عبد الله بن الحسين. المكون الثاني وهو مجلس الوزراء، أخذناها بالحصة الماضية أستاذي. تشكلت أول حكومة أردنية في عام 1921 برئاسة رشيد طليع، وتألفت هذه الحكومة من عدة أعضاء، أربع أعضاء من سوريا، وعضوين من الحجاز، وعضو واحد من فلسطين، وعضو واحد من الأردن وهو علي خلقي الشرايلي. وبنحول النقطة هاي أستاذي لسؤال ضع دائرة. أول عضو في حكومة شرق الأردن عام 1921 اللي هي حكومة رشيد طليع هو علي خلقي الشرايلي. إذن الشخصية الأردنية التي شاركت في الحكومة عام 1921 هو علي خلقي الشرايلي. نجي الطلاب هسه على صلاحيات الأمير. أذكر صلاحيات الأمير، وهذا سؤال من أسئلة التوجيه أستاذي، لكن الفرق الوحيد هو راح يتحول بالتوجيه لأذكر صلاحيات الملك، وفي شوية اختلافات بسيطة جدا، لكن من السبع صلاحيات نفسها بنسبة 90% هي نفس الصلاحيات في التوجيه. إذا أذكر صلاحيات الأمير: واحد، المصادقة على القوانين. اثنين، حماية الدولة والدفاع عنها. ثلاث، عقد المعاهدات والاتفاقيات. أربعة، الدعوة لإجراء الانتخابات وافتتاحه وتأجيله وحله. خمسة، إعلان الأحكام العرفية وإلغائها. ستة، تخفيف الأحكام والتجاوز عنها بعفو خاص. سبعة، إصدار ألقاب الشرف ومنح الرتب العسكرية والأوسمة. الحكومة التي تأسست في عام 1921 برئاسة رشيد طليع أطلق عليها عدة أسماء: واحد،
مجلس المشاورين، 2 مجلس المستشارين، 3 مجلس الوكلاء، 4 مجلس النظار. إذا سؤالنا هون، أطلق على حكومة الإمارة عام 1921 برئاسة رشيد ضليع مسميات مختلفة، أذكرها. وهي عندنا 4 مسميات: مجلس المشاورين، مجلس المستشارين، ومجلس الوكلاء، ومجلس النظار. نيجي الطلاب هسه على التقسيمات الإدارية لإمارة شرق الأردن في المرحلة الأولى ما بين عام 1921 إلى عام 1927. إذا اذكر التقسيمات الإدارية لإمارة شرق الأردن في المرحلة الأولى. 1. تقسيم شرق الأردن إلى 3 مقاطعات، وهي الكرك والسلط وعجلون. 2. في عام 1923 عدل هذا التقسيم بحيث أصبحت 3 مقاطعات تمثل 6 ألوية، وهي الكرك، مأدبة، عمان، السلط، جرش، إربد. في عام 1927 أصبح هذا التقسيم اللي هو تقسيم الألوية يسمى حاكميات، وهذه الحاكميات كانت درجات، بحيث أنه حاكميات الدرجة الأولى شملت إربد والسلط والكرك ومعان، حاكميات الدرجة الثانية عجلون، جرش، عمان، مأدبة، الطفيلة، العقبة، حاكميات الدرجة الثالثة الرمثة، أم قيس، الكورة، بني كنانة، تل الأربعين، الباقورة، الزرقاء، وادي السير، الجيزة، ذيبان، غور الصافي، الشوبك. بدنا نحفظ طلابي الحاكميات الأولى إجباري كاملة، والحاكميات الثانية إجباري كاملة، والحاكميات الثالثة بدنا نحفظ 3 حاكميات من حاكميات الدرجة الثالثة. نيجي الطلاب هسه على التقسيمات الإدارية لإمارة شرق الأردن في المرحلة الثانية، واللي امتدت من عام 1928 إلى سنة الاستقلال في عام 1946، بحيث أن الأردن قسم بموجب القانون الأساسي عام 1928 إلى مدن، ثم أقضية، ثم نواحي. إذن التقسيم الرئيسي هي مدن. المدن قسمت إلى أقضية، والأقضية قسمت إلى نواحي. وعندكم الخريطة صفحة 129 بال 139 بالكتاب، بإمكانكم ترجعوا إليها طلابي وتشوفوا التقسيمات اللي هي مدن وأقضية ونواحي. بحيث أن تسمية هذه المناصب أصبحت اللواء يرأسه متصرف، والقضاء يرأسه قائم مقام، أما الناحية يرأسها مدير ناحية. إذن هذا فيما يخص نظام الحكم والتقسيمات الإدارية منذ عهد الاستقلال إلى عام 1900، منذ عهد تأسيس الإمارة في 21 إلى سنة الاستقلال عام 1946. نجي الطلاب على المحور الثاني اللي راح نتحدث فيه عن الجيش العربي الأردني والقوات المسلحة. عندما وصل الأمير عبد الله إلى مدينة معان في عام 1920، عمل على تأسيس جيش، عرف هذا الجيش بالجيش العربي، وتكون من 250 ضابط و25 جندي، من 25 ضابط و250 جندي. وهذه القوة عرفت بالقوة العربية، وهذا راح نأخذ إن شاء الله تعالى بالتوجيه إذا الله شاء. أذكر تشكيلات نواة الجيش العربي عام 1920. أذكر نواة الجيش العربي عام 1920. 1. جنود الثورة العربية الأوائل اللي جاءوا مع الأمير عبد الله من الحجاز. 2. أبناء القبائل الأردنية اللي استقبلوا الأمير. 3. بعض الضباط العرب اللي شاركوا في معركة ميسلون، واللي حكينا عنها في وحدتنا السابقة في سوريا عام 1920، واللي أدت إلى انتهاء الحكم الفيصلي في سوريا وبدء الاستعمار والاحتلال الفرنسي لسوريا ولبنان.
إذن ثلاث بعض الضباط العرب اللي شاركوا في معركة ميسلون. ما هي التطورات التي مر بها الجيش العربي الأردني في المرحلة الأولى؟ أذكر التطورات التي مر بها الجيش العربي الأردني في المرحلة الأولى. واحد، دمج قوات الأمن العام واحد دمج قوات الأمن العام اللي تكونت من قوات الدرك الثابتة والدرك الاحتياطي والكتيبة النظامية وكتيبة الهجانة مع القوة السيارة. إذا باختصار طلابي، دمج قوات الأمن العام مع القوة السيارة. اثنين، إطلاق اسم الجيش العربي على جيش الإمارة. إطلاق اسم الجيش العربي الأردني على الجيش الأردني أو على جيش، عشان نفهمها أكثر، على جيش الإمارة اللي نتحدث عنها اللي هي إمارة شرق الأردن. نجي الطلاب هسه على التطورات التي مر بها الجيش العربي الأردني في المرحلة الثانية. واحد، توتر العلاقات مع الضباط الإنجليز. اثنين، محاولة بريطانيا التخلص من الضباط العرب. إذا توتر العلاقات مع الضباط الإنجليز أو بين الضباط البريطانيين والجنود العرب. اثنين، محاولة بريطانيا التخلص من الضباط العرب لدعمهم للثورة في سوريا. ثلاث، تقليص الدعم المالي البريطاني للجيش العربي. نيجي حبايبي هسه على المرحلة الثالثة من تطورات الجيش العربي. قسم الجيش العربي إلى ثلاثة أقسام في المرحلة الثالثة، وهي شرطة الأرياف سميت بالفرسان، شرطة المدن وسميت بالمشاة، وموظفو السجون. أما ما يخص المرحلة الرابعة من تطورات الجيش العربي الأردني، أذكر التطورات التي مر بها الجيش العربي الأردني في المرحلة الرابعة، وهي تشكيل قوة البادية بقيادة كلوب باشا. إذا هنا أستاذي أنا ممكن أجيب لك سؤال ضع دائرة. تشكيل قوة البادية من تطورات الجيش الأردني العربي الأردني في المرحلة، بكون حاط لك خيارات المرحلة الأولى أم المرحلة الثانية أم المرحلة الثالثة أم المرحلة الرابعة. نفس الشيء ينطبق أستاذي على المرحلة الأولى لما تحدثنا عن، وين راح سؤالنا؟ لما تحدثنا عن إطلاق اسم الجيش العربي الأردني على جيش الإمارة من تطورات الجيش العربي الأردني في المرحلة، بدك تحكي لي الأولى، بدك تحكي لي كذلك أستاذي لما ذكرنا على المرحلة الرابعة اللي هي تشكيل قوة البادية من حولهم لأسئلة دوائر. نجلس على أذكر مهام قوة البادية. أذكر مهام قوة البادية. واحد، منع النزاعات بين القبائل البدوية. اثنين، حماية القبائل البدوية من الاعتداءات الخارجية. نيجي طلابي على الأدوار التنموية للجيش العربي الأردني. أذكر الأدوار التنموية للجيش العربي الأردني. عندنا أربع أدوار راح نتحدث عنها. واحد، التعليم. اثنين، الصحة. ثلاث، الزراعة والصناعة. أربعة، الأمن الداخلي. نبدأ بأول دور اللي هو التعليم. وضح الدور التنموي للجيش العربي الأردني في مجال التعليم. وضح الدور التنموي للجيش العربي الأردني في مجال التعليم. واحد، التشجيع على التعليم من خلال المدارس الرحالة اللي هي المتحركة. اثنين، ربط التعليم والوظائف والتجنيد والترقيات العسكرية، ربط بين التعليم والوظائف. ثلاث، توفير الأثاث المدرسي. نجلس على الدور التنموي للجيش العربي في مجال الصحة. وضح الدور التنموي للجيش العربي في مجال الصحة. واحد، المشاركة في مكافحة الملاريا اللي هي الأمراض المعدية، عافانا الله وإياكم، مثل الأمراض اللي هسه احنا نعيش فيها. الله ربنا، نسأل الله أنه يرفع عنا وعنكم البلاء وعن سائر خلقه والمؤمنين والمسلمين يا الله. إذا واحد، المشاركة في مكافحة الأمراض المعدية اللي هي الملاريا. اثنين، توزيع الأدوية
على السكان، 3 الإشراف على تطبيق الحجر الصحي في حالة انتشار الأوبئة كما هو وقتنا وحالنا اللي بنعيش فيه أستاذي. وكل التحية والتقدير لإخواننا في القوات المسلحة على اختلاف تشكيلات القوات المسلحة الأردنية. 3 الإشراف حكينا على تطبيق الحجر الصحي في حالة الأوبئة. 4 تعيين الممرضين في جميع المناطق. نجي طلاب يا سعلى الدور التنموي للجيش العربي الأردني في مجال الزراعة والصناعة. أولا شق الطرق في المناطق الوعرة، استصلاح الأراضي القابلة للزراعة، مساعدة المزارعين في التنقل، انتشار زراعة النخيل، المشاركة في مكافحة الجراد، واستغلال الأملاح في الأزرق. وبدنا نحفظ 4 أدوار أستاذي. نيجي طلاب يا سعلى الجزء الأخير من درسنا اليوم، الدور التنموي للجيش العربي في مجال الأمن الداخلي. 1 إصدار الجوازات والتأشيرات، منح الجنسية الأردنية، إصدار رخص السيارات، العناية بالسياح وحراسة الدوائر الحكومية بما فيها من إحصاء للناخبين في انتخابات عام 1928. إذن حراسة الدوائر المحلية. الله يعطيكم العافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نلتقي بحصتنا القادمة إن شاء الله تعالى.